مشال عملت العملية وشفيت قبل ما ترجع تتراجع صحتها وغدرتنا مثل ما حضرتك سبق وذكرتي، كيف كانت هي عم تتعامل مع هدول التغيرات وبهالمرحلة كيف كانت هي نفسيتها؟ هي رجعت كتير قوية مع انه قعدت 15 يوم بالبيت بالفيزيوثيرابي، يعني رجع البيت يعملها ورجعت على شغلها وعلى جامعتها، تطلع ايفنتات سيمينارات، يعني ما خليت شي ما عملته ميشيل. قصة ميشيل هيدي بدها حلقة لوحدها، لأنه ميشيل لما رجعت شفيت، وفي ملفات بتشهد من الأندرسون أنه شفيت كليا. نرجع بنحكي بعدين بهالموضوع، في خطأ طبي صار مع ميشيل، والعالم ما بيعرفوها. لا مثل ما بيقولوا ما عنا سويفين، احنا بلبنان هون ما في متابعة للحالات اللي بتطلع بتتعالج برا، ونحنا منأكد على هالشي، ونحنا معنا ملفات وعم نشتغل على هذا الموضوع. خطأ طبي بلبنان؟ نعم. ميشيل ما تبين أنه توفيت من الكانسر، مش من الكانسر توفيت ميشيل. وما بدي أحكي هلأ بهي الموضوع لأنه موضوع كتير طويل. بس ليه وقتها ما حكيته بالموضوع؟ يعني ليه ما تضوى أكتر على هذا الأسر؟ العالم ما عارفه بهذا الشيء، لأنه ما كنا بوضع بيسمح. بتعرف في رجال بالبيت صار قصص كتير، يعني ما فيك منفعلين كلهم ومتأثرين ومصدومين. أساس أنه فتنا على المستشفى شوي، صار عندها اشتراكات، يعني لقطت بكتيريا وهيك، يعني مثل بنموني، وطلعنا بغير شيء. يعني بعدين ما فيك لا تعمل شيء، يعني في قضاء، في جمعية بتأسس باسم الجمعية، ما نحكي ومنقدر نقول كمان أنه ربنا هيك أراد أنه اختارها ونقيها. بس على كل حال منقول نحن كلمة ميشيل طلعت حاضرة، نحن ما حدا منا حاضر أبداً، ميشيل حاضرة بكل شيء. رح ترجعوا تتابعوا هالموضوع يلي فرقوا ذكرتيه؟ أكيد. رح ترجعوا تقولوا أنه صار في غلط وتجربوا تعرفوا الغلط شو صار تحكوا بالموضوع ما يرجع ينعاد؟ نحن منقول خلاص الغالي راحت، الغالي راح، مش أكتر أنه نضوي مثل ما عم يصير أغلاط مع غيرنا، أنه نضوي على هذا الموضوع. وأنا بقول الله يسامح، لأنه هي كانت تسامح كتير، هي عايشت بالمسامحة وبالمحبة. هذا الشيء كان واضح أصلاً من خلال كتير كتير من خلال صورها، من خلال فيديوهاتها، من الطريقة اللي بتحكي محبة فيها. بشكل مش طبيعي ميشيل، كانت تنقذها، ما بتحكي، ما تأذي ميشيل، بتكتم بقلبها، يعني بتعرفها معصبة ميشيل إذا نزلت دمعتها. ميشيل انأذت بفترة من أشخاص يعني، بس نحن بعدين عرفنا بإيش.